جاءت في المباريات الافتتاحية أيضا خسارة مصر أمام السنغال وكرة ملعوبة جول ثاني لنفس اللاعب فلافيو يضع أنغولا في المقدمة مرة أخرى وهدف ثاني منذ البداية فلافيو في البداية يبرز ويتألق ويخطف الأضواء ويسجل هدفين بنفس الطريقة بالرأس وبالتالي شوف من نفس الجهة النشيطة تماما الجهة اليمنى وبالرأسية القاتلة يأتي فلافيو ويسجل هدفه الدولي رقم 29 في مباراة الدولية رقم 82 مع منتخب بلاده أنغولا.